مشاهدينا نكمل مشوارنا مع الشيف فهد ومع أطباقه اللذيذة في مطبخ صباح السعودية. صباح الخير شيف فهد من جديد، ونشوف وين وصلنا بأطباقنا. انتهينا من الأطباق كاملة. حلو. وعندنا ثلاث أطباق اليوم زي ما قلت لك. بدينا بالسلطة، سلطة البراتا، ومكوناتها سوينا حمصة خفيفة قبل، اللي هي حمصة طماطم الشيري، حمسناها بالفلفل الأسود والخل الشيري، خل الطماطم، هذا يعطي نكهة جدا حلوة وفيها حرارة خفيفة، لأنه مضاف لها تشيلي. كذلك حمسناها مع الفلفل الأسود وزيت الزيتون، بعد كذا عطيناها لمسة بيستو عشان تعطينا إيحاء جميل بالطعم. لحظة شوف فهد ما يبينا أقرب من الصحن كذا، بحاول يحوط عليه دائما فهد يحب يدور صراحة الرائحة تخليك تقرب. يعني شوف فهد احنا اليوم معنا ضيف شرف، ضيف شرف وشخصية ملهمة راح يشاركنا لمساتك الجميلة ونفسك العالي والواضح. حتى الشيف والله حتى أستاذ عبد الله وش يقول؟ يقول والله أنا كان ودي خاطري فيه وأنا أشوفه في الشاشة من البداية. أكيد وين تبي تبتدي؟ تبتدي بالبيتزا والباستا ولا؟ أنا ببدأ معكم. أبي ناخذ رأيك، وين تبي الباستا؟ هذا اللي بدأ فيه الطبق الأول. يلا يا سلام. سم بالله. تفضل. تسلم. شف هل تعالي تفضل. بسم الله. الأكلات الإيطالية تعتمد على بهارات معينة، وإيش هي؟ الأكلات الإيطالية تعتمد سم البهارات بشكل عام، تعتمد على المواد الطازجة. الله. حلو. على جودة المواد. لو نشوف يعني أغلب الوصفات الإيطالية ما نحصل فيها مقادير كثيرة، وغالبا ما تعتمد على الطماطم الفريش، تعتمد على نكهات طبيعية مثل الريحان، مثل صح الريحان بشكل كبير نشوفه موجود. كيف مثل الزعتر البري؟ ممتازة جدا ما شاء الله. بالعافية عليك. الله يعافيك. معلش اسمح لك شيف فهد، خذ راحتك. هذه اللمسة السحرية، هذه اللمسة، هذه الآن يعني شف ما أبي أقفل شف فهد، ولكن هذه اللمسة، خذ لمستي يعني. طيب نشوف البيتزا. لا قبل التختيم بس أعطونا بس ثواني، كيف أقطع هذه؟ أنا أنتظر السؤال هذا من البداية. حلو. أشوف المقص ما أعطتني أي أنا سأقول عنه. لا مستحيل أنك بتقصر. إحنا مو حابين أن نهدم الأطراف. زحفنا، يقولون ان زحفنا في الوقت، بس خلينا نقصها بسرعه. تمام. حلو. نقصها بالنص بهالطريقه. شوفوا الطريقه كيف. الله كراسك قلبتها. لازم هذا الفن حقيقي، الطبخ فن. طيب مشاهدينا الكرام، شفتوا الإبداع اليوم، شفتوا قصصنا الملهمة، شفتوا فقرات لهذا اليوم، إن شاء الله استمتعتوا معنا في فقراتنا لهذا اليوم، وما زال في جعبتنا المزيد. غدا يوم جديد يتجدد بمواضيع أخرى وقصص أخرى. لك الختام أمنة. شكرا لك فيصل، شكرا لكم ضيوفنا على تواجدكم معنا، وبكذا نلقاكم بكرة على نفس الموعد بفقرات مختلفة كثير، وأكيد طبخة جديدة في مطبخ صباح السعودية. في أمان الله.